اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قصة أرويها كثيراً. واحد يعمل على حمار لنقل حاجات الناس، ليس له في الدنيا إلا هذا الحمار. مات الحمار، انقطع رزقه فجأة، دفنه في مكان وأنشأ فوق قبره أربعة جدران وقبة خضراء، وعمل على النافذة شموع، وسمى اسم ولي كبير، وأوهم الناس أنه ولي كبير. فجاء الناس من أطراف البلاد يتبركون بهذا الولي، ويقدمون له الأضاحي والحاجات الثمينة. فهذا عاش ببحبوحة أنسته كل أيام الفقر، عاش ببحبوحة لا توصف. هل بإمكانك أن تقنعه أن تحت هذا البناء حمار مدفون؟ يطلع بروحك، مع أن قناعته أن تحت هذا المكان مدفون حمار أكبر من قناعتك أنت، لأنه دفنه بيده. لكن المنتفع لا يناقش، خذوها قاعدة، المنتفع بفكر معين لا يناقش، والذي يناقشه يعد أحمقاً، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لا تحاور مثل هذا الإنسان، منتفع، هذا منتفع بهذه الفكرة التي روجها بين الناس. المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.